لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغوا درساتنا مجرد شالي شيطانا وسواس وثبتا أمنة بتملكتا اللهم بتملكتا لبستني فترون بجتانا وسواس بمملكو مملس من جل أيتانا كذا قتلوا صحفيو ثلاثة سوستينيون تياكي أسفراه. هل يسبب الشرك الأكبر تلك شرك يسبب ياسكتلا لندي سبب من نشايفنا لندي الخلود في النار جهنم استلم زوتر سبب مكنياتي هنا الوي تلك شرك جهنم لاي مزوتر ياسكتلا الوي. الجواب يزيه مرسو قلزنا قلزن ياندادو مسلمين ليوكي قبع. الشرك الأكبر تلك شرك يسبب الخلود في النار زو شرك لاي هونو لموت سو جهنم استلم زوتر ياسكتلا جهنم استلم زوتر لمنور سببي هنا مكنياتي هنا على تلك شرك مالت يا الله حقي هنون عبادة لليلة عكال أسالفه مستث مالت تلك شرك مالت يا الله بجا حقي هنون عبادة صلاة سلة أردن مسل عبادة وجن كالله بجلال الله كان أسألك ومستد تلقوا شرك بال إيه شرك جهنم سمزو ترن يسكت لا ندرقن ساي توبت لموت سو كتوبت عند سو شرك منهم كفر يمر على الله. قال تعالى قتاء الله على إنه من يشرك بالله هنا قروا بالله يشارك سو بالله يقار سو فقد حرم الله الله ارمى لربوبتان أي ستون لسو الجنة جنة فقد حرم الله عليه الشرك يموت سولاي الله ارمى لقوال الجنة جنة ومأواه النار يسو مقبيا يا جهنم ساتنات وما للظالمين لبدا يوتي إلا تشوم من أنصار عندهم قارد ذات إلا تشوم الله زند وما للظالمين من أنصار بدا يوتي الله زند ردات هياقين زيقا الظالمين يتبالو مشركو جنلا مقلزا يبدلو تشلو بدل بالله ما قاراتنا منا إن الشرك لظلم عظيم تبولا كباد بدل شركا يساولي جتلاي وانجلو تنسرتو راسون يبدل شلال كبدلو تشلو يكفى بدل بالله ما شارت لزين ونبي صلاة والسلام وانجلو تشلو تالاك وانجل من دنو تبولو ستيكو أن تجعل لله ندا وهو خلق كيات الله بتشاون فتره سال بتشاون سرتو يسونا تكالاتن أموالتو قد موله متنفشا سامبا أفنجا ستوه سال كقدرو ميالك نعمة ستوه سال بالله ليلانا كال ما قارات عند الله ليلانا كال موجد عند الله ليلانا كال مفرات نو بلاو تزي بدلو تلو بدل شركنو تلكم بدل تدافرو يهيدو بدايوج مقبعتو جهنم جنة النسو لاي ارمنو كلكلنو للنسو بالله. فقال صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتين يا مالو من لقي الله الله قيت قنانيا يشرك به بسوية عبقارة الشرك لا يهونه كالله قيت قنانيا دخل النار بسات قباب يقبال مالتني تفرل قبت قن مقبات فايكر تلقون شرك الشاركو وداخيرا يهدسو ليلا مقبيا يهلو كتوبت قن الله يمره شرك منهم كفر ترد على توبت كتوبت والله يمره بالله الشارك وساي توبته إلى سوغن تسفايله يساترات مهونون تجي بقلت قال نبي عليه الصلاة والسلام من لقي الله موتوك الله تقنانيا يشرك به بالله يقاف فشرك سايترا فشرك جمالك الله في تيكو مسو دخل النار سات قبا يقبع عليك الله تجي يا أخي راهي وتمي عبالا الشون شرك كلهم ليوك لتانك تقبع شرك مسكال من تلتل بشار لقبر مارد لقبر مسجد بشار اللهم أين توبزون دبكنا صورنا دمسي اللو شتاي اللو يشرك من النت كرمو تمرو قالت تنككوت بستقر سايوكو شرك لا يميوركو سوو جار سالاوكنا وإبادنا الله زر لمن علاوك لمن تفترك الناس يجمر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سوميهم جن يتفتروا اللهم ببوشين في قزان هذا يسول لجي تفتر لتنا لاما ليس يوقع نورا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليان داندو هزب ملكتين يالكنان
መልእክተኛን በአካል ያላገኘ የመልእክተኛ ወራሾች አሉ። ፈስአሉ አህለ ዚክሪ ኢን ኩንቱም ላ ተዕለሙን፣ የማታውቁ ከሆነ አዋቂዎች እንጠይቁ ተብሎ። እዚህ አለማወቅ አደጋ ነው። ባለማወቅ ሽርክ ላይ መውደቅ የአደጋዎች ሁሉ አደጋ ነው። ፈኢን ኩንተ ላ ተድሪ ፈትልከ ሙሲበቱን ፈኢን ኩንተ ተድሪ ፈልሙሲበቱ አዕዙም። ሳያውቁ ሽርክ ላይ መውደቅ አደጋ ነው። ያወቁ ሽርክ ላይ መውደቅ የከፋ የባሰ አደጋ ነው። ሽርክ መሆኑን ያወቁ ሽርክ ላይ መውደቅ ደግሞ የአደጋዎች ሁሉ አደጋ ነው። እሳትን ከምንፈራው በላይ ዱንያ ላይ፣ አውሬን ከምንፈራው በላይ፣ ሽፍታን ከምንፈራው በላይ ስራ የሚያበላሽን አኼራ የሚያበላሽን ሽርክን ልናውቅና ልንርቅ ይገባ ነው። የሽርክ አይነቶች አሉ። ባለፈው እንዳልነው ወጣቱ ሳይቀር የተጠቃባቸው እጃቸው ላይ ሲዋሩ ጣቃ ብለው ኃይል ሰጪ አምባር ብለው የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ሕርዝ የሚያስሩ ለአንገት የሚያንጠለጥሉ ሰዎች አሉ። መኪናቸው ላይ ቤታቸው ላይ የሰው አይን እንዳያርፍበት ብለው ማሻአላህ ብሎ የሚዘው ሰዎች አሉ። ይሄም የሕርዝ አይነት ማሻአላህ። ያዩ ሰዎች ይበሉ እንጂ በግድ ማሻአላህ በሉ ማለት እስኪመስል ድረስ ህንፃ ሰርተው ህንፃው ላይ በትልቁ ማሻአላህ ብለው ማሰራት ጀምሯል። ግቢያቸው ላይ ማሻአላህ ብለው በብረት ማሰራት ጀምሯል። ሰዎች መኪናቸው ላይም እንደዚሁ ማሻአላህ የሚለውን ያንጠለጥል። ማሻአላህ ተጽፎ ስለተሰቀለ አይደለም አደጋ የሚከላከለው። አደጋ የሚከላከለው የውስጥ ጥንካሬ ነው፣ ተውሂድ። ማሻአላህ ማለት ያለበት ያየው አካል ነው። ፈለውላ ኢዝ ደኸልተ ጀነተከ ቁልተ ማሻአላህ ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ንብረቱ እንዲጠብቅለት አላህን ቀጥታ ራሱ ይለምነው ይማጸነው፣ ዚክር ዱዓ ያድርግ፣ ተውሂዱን ያጠንክር እንጂ ሰዎች ሕርዝ እንደሚያንጠለጥሉት ከሕርዝ ትንሽ ያሻሻሉ መስሏቸው ማሻአላህን እየጻፉ የሚያንጠለጥሉ ሰዎች የአላህን ስም በዚህ ልክ የግቢ በር ላይ መዝጊያ ላይ በብረት ማሰራት፣ ፎቅ ላይ ዝናብ ንፋስ ብርድ የሚፈራረቅበት ላይ አላህ የሚለውን ቃል ጽፎ መስቀል አግባብም አለ። ያን ስላሉም አይደለም አይነናስ የሚመለሰው በአቂዳ ውስጥን በማጠር ሀል የንፈዑ ልዓመሉ፣ መልካም ስራ ይጠቅማል እንዴ? ማሽርኪ ከሽርክ ጋር አንድ ሰው በአንድ በኩል ሽርክ እየሰራ ከአላህ ውጭ ያለን አካል እየፈራ እየለመነ ጠብቀኝ ድረስልኝ እያለ፣ በሌላ በኩል ሰደቃ ቢያበላ ቀኑን ሙሉ ሲሰግድ ቢውል በቀን በብዙ መቶ የሚቆጠር ተስቢሕ እስትግፋር ቢያደርግ መልካም ስራ ከሽርክ ጋር ተቀላቅሎ ይጠቅማል ወይ? መልሱ ላ የንፈዑ ልዓመሉ፣ ስራ አይጠቅምም ማሽርኪ ከሽርክ ጋር። ሶላት ያለ ውዱ እንደማይጠቅመው፣ ሶላት እስከነ ጀናባ እንደማይጠቅመው፣ ሽርክ ካለ መልካም ስራ አይጠቅመው። ሊቀውሊሂ ተዓላ አላህ ስላለ አኒል አንቢያ ስለ ነቢያቶች ሲናገር ወለው አሽረኩ፣ ምንም እንኳ ታላላቅ ነቢዮች ቢሆኑ ወለው አሽረኩ በአላህ ቢያሻርኩ ኖሮ ለሐቢጠ አንሁም ይበላሽባቸው ነበረ ማ ካኑ ያዕመሉን ይሰሩት የነበረው ስራ በሙሉ። ነቢይ ነህ፣ ኢብራሂም ነህ፣ ሙሳ ነህ፣ ዒሳ ነህ ብሎ አላህ አስተያየት አያደርግላቸው ነው። ብዙ ጀብዳቸውን ሱረቱል አንዓም ላይ ካብራራ ከቆጠረ ከዘረዘረ በኋላ ነው ይሄን ያለው። ከነሱ ውስጥ ለዲኑ ብሎ ለተውሂድ ብሎ እሳት ውስጥ ይጠጣላል፣ ልጁን ያረዳል፣ ራሱ በመጋዝ የተገዘገዘ የተቆረጣል፣ ብዙ ስቃይ መከራ ያደረሰበታል። ከመሆኑም ጋር ግን ምንም የአላህ ነቢዮች ቢሆኑ ወልዮች ቢሆኑ ለዲን ትልልቅ ነገር ያበረከቱ ሰዎች እንኳ ቢሆኑ ሽርክ ውስጥ ቢገቡ ለሐቢጡ አንሁም ይበላሽባቸው ነበር ማ ካኑ ያዕመሉን ይሰሩት የነበሩ። ስለዚህ ከሽርክ ጋር ስራ አይጠቅምም ማለት ነው። ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ እንደዚሁ ነቢዩ ብለዋል። ቃለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ፣ ጌታ አላህ ብለዋል አሉ። ይህ ሐዲስ አልቁድሲ ይባላል። ነቢዩ አላህ ብለዋል ብለው የተናገሩት ሐዲስ ሐዲስ አልቁድሲ ይባላል። ነቢዩ ራሳቸው የተናገሩት ቀጥታ ሐዲስ ነበዊ ይባላል። ሁለቱም ከአላህ ዘንድ ናቸው። ልዩነታቸው ቃል አላህ ብለው አላህ እንዲህ ብሏል ብለው የሚናገሩት ሐዲስ አልቁድሲው ሐሳቡም ቃሉም ከአላህ ዘንድ ነው። ራሳቸው ዝም ብለው የሚናገሩት ሐዲስ ደግሞ ስለ ዲን ሐሳቡ ከአላህ ዘንድ ነው፣ ቃሉ የእሳቸው። በዚህ ነው የሚለያዩት። ቃል አላሁ ተዓላ ተባረከ ወተዓላ፣ የጠራውና ከፍ ያለው ጌታ አላህ አለ አሉ። አና አግነ ሹረካ፣ አላህ ተባረከ ወተዓላ አና፣ እኔ አግነ ሹረካ ለሼር ለጋራ ከሚሰሩ ሰዎች ሁሉ የተብቃቃሁኝ ነኝ። ያኒ ሽርኪ ለጋራ ከተሰራ ስራ ላንተ ይሄን ያክል ላንተ ይሄን ያክል ከሚባል ሽርክ ኖሮበት ሽርክና ኖሮበት ተቀላቅሎ በፐርሰንት በጋራ ከሚሰራ ስራ የተብቃቃሁኝ ነኝ። የትኛውም ሀብታም በጋራ ለመስራት ከሚብቃቃው በላያ። ምን ማለት ነው? ገና ታዳጊ ነጋዴ የሆነ ሰው አብረን ስራ ሲሉ ደስ ይለዋል፣ ማደግ ይፈልጋል። ነገር ግን በአንድ ሀገር አለ የሚባል ቁጥር አንድ ሀብታም አንድ ጀማሪ ነጋዴ ከአንተ ጋር አብረን ስራ ቢለው ከፈለክ እቀጥርሃለሁ ይለዋል። ያንተ የዓመት ገቢህ
እኔ ያንድ ሰዓት ገቢ ነው ይላል አልፈልገም ሆኖም ግን ለየት ያለ ሙያ ካለው ተጨማሪ እሱን የሚጠቅምበት ነገር ካለ ይደራደረው ይችላል አይ እንደዛ አይደለም በዚህ ልጠቅምህ ይችላልው ካለው ሀብታምና ጨው ያላሰበግ አንድ ናቸው ጨው ያላሰበግ እዛች ቦታ መቶ ጊዜ ተመላልሶ ይመጣል ሀብታም አንድ የብር ተቀመሰው በቃኝ አይልም ያዚህ በዚህ እኮ ጠቅመሃለሁ ቢለው ይሆን ነገር ቢሰጠው እንደዛ ከሆነ እሺ ሊል ይችላል ለምሳሌ የትም የሌለ እቃ እኔ ጋ አለ ማስገባበት ወይም ማመርስበት መንገድ አለ ቢለው እንደዛ ከሆነ እሺ አሁን እንስራ ይለዋል ግን መጀመሪያ ሳይ አንተ ምንድን ነህ ምን አጥቼ ከአንተ ጋር እሰራለሁ ከፈለክ ቀጥሬ አሰራሃለሁ እቃ አቅራቢ ሆነ ልገዛህ እችላለሁ እንጂ በፐርሰንት አላጋራህም ስለዚህ አንድ ተራ ደካማ የሰው ልጅ ለሼር ከመስራት የሚብቃቃ ከሆነ አላህ አግና በጣም የተብቃቃ ሆኜ ነኝ አሹረካ ለሽርክ የሚሰሩ ሰዎች ሁሉ አን ሽርኪ ለጋራ ለሽርክና ከሚሰራ ስራ የተብቃቃ ሆኜ ነኛ ምን ማለት ነው ይሄ ቀጥሎ አላህ ራሱ አብራራ ማን አሚላ አመላ አንድን ስራ የሰራ ሰው አሽረከ ማዒ ከኔ ጋር ካጋራ ፊሂ በዛ በሰራው መልካም ስራ ላይ ከኔ ጋር ካጋራ ገይሪ ሌላን አካል ካጋራበት ለአላህም ለነቢም ለአላህም ለወልዮችም ብሎ ከሰራ ተረክቱሁ ግለሰቡን ተዋለሁ ራሱ ወሽርከሁ ያ ያሻረከበትንም ስራ ተዋለሁ አልፈልገውም የተወሰነውን ያክል ሌላ ሰው ወስዶት የቀረውን እኔ አልወስድም አለ አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ማለት ነው አንድ ዙህር ሶላት ለአላህ ሰግዳለሁ ሌላኛውን አስር ደግሞ ለደጋጎች ለወልዮች ሰግዳለሁ በል ማለት አይደለም ኢባዳ በሙሉ ያአላህ ነው ጾሙም ሶላቱም ዚክሩም ዱዓውም ሰደቃውም ሐጁም ዑምራውም ቁርአን መቅራቱም ኢባዳ የተባለ በሙሉ ያአላህ ሶላቱን ለአላህ ሰግዳለሁ ሲጨንቀኝ ግን ኢድና ኸበር ድረሱልኝ ያኑር ሁሰይን ድረሱልኝ ላለሁ አይባል ኢባዳ የተባለ በሙሉ ተጠቅልሎ ሚሰጠው ለአላህ ብቻ العبادة حق الله لا يشرك فيها معه غيره عبادة يا الله بيش حقنا فالله قام عننا عبادة لي لنا شارك لنا قارة هاي قبا لبقى قالوا عندنا عبادة نسو بيش عدر قلت الله عندنا ديبسي جنكين لقى قوة شوية رسولي نبي هزوي ألا الله هاي بال عبادة يتبال بمون وتتقلوا ميستو لا الله بيش كشرك هذا قوة شاندو عند سو شرك كسرة የሰራውን ሽርክም ሽርክ የቀላቀለበትን ለምሳሌ ሶላት ይሰግድ አንድ ሰው ለአላህ ብሎ ጀምሮ ነበር ሚፈራው ሚወደው ሚያከብረው ሰው ሲመጣ ወይም ከሱ የሆነ ጥቅምን የሚፈልግ ሰው ሲመጣ ረካውን አስረዘመው ርኩዑን አስረዘመው ለብቻው ሲሰግድ ሙድሃመታን አላሁ አክበር ነበር ሰው ሲመጣ አያተ ደይን ኢዛ ተዳየንቱም ቢደይን ኢላ አጀል ሙሰማ ቢጀምር ይሄን ሶላት አላህ ተወዋል አልፈልግም አልቀበልም እንዲህ አይነት ሶላት ቢሰግድ ለአላህም ለሰውም ብሎ መልካም ስራ እየቀላቀለ የሚሰራን ሰው ራሱንም ተዋለው እዚህ መልኩ ቀላቅሎ የሰራውን ስራም ተዋለዋል ይሄ ነው ተረክቱሁ ግለሰቡን ተዋለው እየቀላቀለ የሚሰራ ለአላህ ብቻ ብሎ መስራት ሲገባው ለታይታ ለዝና ለፉክክር ሰው ዘንድ ተወዳጅነትን ለማግኘት አለቃ ዘንድ የስልጣን ደረጃ ለማሳደግ ብሎ መልካም ስራን የዱንያ መዳረሻ መሰላል የሚያደርግ ሰው ራሱን አላህ ይተዋል በዚህ መልኩ ያሻረከበትንም ስራ ይተዋል አላህ የሚቀበለው ኻሊስ የሆነ ስራ ብቻ ለሱ ብቻ ተብሎ የተሰራን ስራ ነው የሚቀበለው ለሰዎች ብሎ የሰራን ሰው የቂያም ቀን ለሰው ብለህ ነበር የሰራኸው ሂድ ከሰው ተቀበል ሂጂ ከሰዎች ተቀበል ይላል አላህ ተባረከ የቂያም ቀን ሰዎች አይደለም ለሰው መልካም ስራ ሊሰጡ ጀዛ ሊከፍሉ ይቅርና ከራሳቸው እንኳ ራሴን ባዳንኩ ያሉ ይጨነቃል በዚህ መልኩ ትልቁ ሽርክ ተጠናቀቀ አሽርኩል አስገሩ መለስተኛው አነስተኛው ሽርክ ሽርክ ለሁለት ይከፈላል ከክፍደቱ አንጻር ትንሽና ትልቅ ይባል ከአይነቱ አንጻርም ለሁለት ይከፈላል ግልጽና ስውሩ ይባል አኺራ ላይ ከሚያስከትለው መዘዝ አንጻርም ለሁለት ይከፈል ይችላል አስገርና አክብር የሚል ዱንያ ላይ ከሚያስከትለው ጉዳት አንጻርም ትልቅና ትንሽ ተብሎ ይከፈላል ማ هو الشرك الاصغر ትንሹ ሽርክ ምንድነው الشرك الاصغر هو الرياء ትንሹ ሽርክ ማለት ሪያ ነው ሪያ ማለት ሰው እንዲያየለን ሰው እንዲሰማልን ሰው እንዲያደንቀን ብሎ ስራን መስራት ማለት ቀደም ሲል እንዳለ ሶላት እየሰገዱ ሰው ሲገባ ማስረዘም ቁርአን ለተገባቸው ወርወረው የተውት ሰው ሲገባ አንስቶ መቅራት ተቃቀደምቶች ተቃራኒውን ነበር የሚያደርጉት ቁርአን የቀሩ ሰው ከገባባቸው በጋቢያቸው በነጠላቸው ውስጥ ይደብቁት ነበር በተቃራኒው ኢኽላሱ ባዶ የሆነ ሰው ማይቀራበትም ቁርአን ሰው ሲመጣ አንስቶ ይገልጣል አንዳንዴ ገልብጦ ይዛል ተበሩጫ ለሰው ብሎ እናቱን ፈርቶ አባቱን ፈርቶ አሊያ ደግሞ ኡስታዙን ፈርቶ ስለሆነ የሚቀራው
تستخفلوا من يعلبتنا قلبتوا إنسان صلاة الله يونيان سوف سيأتشو سلام مستيقى سرديقى ثابت البناني ويس القرني هنا سوف كليل السا وهالا يتقرفوا ميسقلوا ميسبار بهولة ديقى سكت جيمة تاويو جو جارلو أنت بهولة ديقى بان ديقى كذاوان نسكت هذا لسو قلو سران ما سامرنو يبالال رياه يبالال هيرقمو تنشو شرك يبال ملوب ملو سراون لسو قلو كوني سروت تلقو شرك استيقابان غن سراون لا الله ولو جمروت يسرو سالة سو سيمت على سو قلو ما شاشر تنشو شرك يبال بس جاو كتل سراون تقباين نتعاقين سميتن تقوتاترو نيان الشاشلو لا الله قادر رقوت عبادو تذكري هنا قال تعالى قيت الله على فمن كان يرجو ومي فلقي هنا سو ويم تسفامي عدر قي هنا سو لقاء ربه تقيت هوقا بسلام مقنانية تسفامي عدر قي مي فلق مي تجل هنا سو ويم دقمو بليلان يو تفسير فمن كان يرجو يمي فراي هنا سو لقاء ربه تقيت هوقا مقنانية مي فرا تقيت هوقا مقنانية وداي مي أسفر رو مي أساسقو مي أسجنكو سو يزيه مرهنيتو زوجته فليعمل يسرى عملا صالحا ملكا من سرى يسرى ولا يشرك ان دا يقرى بعبادة ربه بقيته عبادة لا الله لو بم يدرقوا عبادة لي ان دا يقرى ان دا يقلقل أحدا ماننم نبي يميهون ملايكا ميهون ملكا من سرى يا الله بچان كالله جي لما نم تستلاله مسجد ذي اللبت سيزي كالله قاب سلام مقنانيت ميفلق عند تفسير ليلانيو تفسير الله جاي مجنانية قداي مياس فراوسو مياس جنگاوسو زورو زورو اي كارلتن مجنانية بتفلقم باتفلقم موتهك الله جاي تجنانية إن إلى ربك الرجعة سولج هوي مما لشا ودى الله بچان ودى ما أنه مهتم اللس ينور كون يأكل قزي نور ثلاثات عندكان موته قبر تقبال قبر لا يقبته بس بساعد كرم فقبر تنسته قياما سيكم الله في تقومال يه بودا ياساس سو ياس جنكو سو ويم بسلام كجيتاو غا مگنايتن رجام يادرك تسفا ميادرك سو يزيه تدكو سنكو ملكام سرا مسرات يه نو مياواط ملكام سرا ني زو يمتا سو فلا يخاف ظلما ولا حظما ايماننا ملكام سرا ني زو الله فيت يقوم سو بزاكن غف اي فرام اي بدل يال سراو وانجل اي مزجبتم يسراو ملكام سرا اي سرزبت بتكارانيو دغمو شركن وانجلن انبي باينتن امزنينتن يزو الله فيت يقرب سو وقد خاب من حمل ظلما وانجلن كف بدل تشكمو اذا كان الله فيت يقومه يواردا ايمان ملكام سران يزو الله فيت يقرب يكبرا اي واردن اي اخر اي كسرم يسرو خير سرا اي كاد قال سرو وانجل اي جانبت وقال صلى الله عليه وسلم نبي مالو ان اخوف ما اخاف عليكم إن أخوف بتام مفرا ما أخاف عليكم ما أخاف كم مفرا شون قرو تشل يبلت عليكم لأن أنت مفروا أخوف مالت أفعل التفضيل صيغة مبالغة إن أخوف بتام يمفرا ما أخاف عليكم لأن أنت كم مفرا شون قرو تشل يبلت مفرا لا شون قرو ينور الشرك الأصغر تنشو شرك نوال نبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر تنشو شرك مالت الرياء رياء نوا هم بليلة رواية نبي بلوتها لكن في مهالي هذا الرقوت يو سياقو يتلعي شلهون لكن في مهالي اللو الشرك الأصغر الرياء يميلو يا نبي عليه الصلاة والسلام ملسن من دنو رياء تبلو سيتيكو تنشو شرك من دنو تبلو سيتيكو نبي ناشو عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر الرياء تنشو شرك مالت رياء نوا صحيح رواه أحمد إمام أحمد زقبوتها كمنم بلاي لأن أنتم فرالاتشو تنفو شرك نوالو نبي صلاة تنفو شرك من دنو سيلواتشو سامنالو رياء نوال رياء مالت من مالت مالت سران لسو بلو ما سامر ما جمر ما سرزم لابتشو سيهونا السرور مستت با مياموسو لسو قاسلهونا اندشو روزتو مستت عند اندي ستو عجابيو چاچو كهيدو بوهالا تملسو متو لمانيون ملس لن يقدمون برميلو عديم اللي إنسانية والرحمة هون سوتش. قدم سوون دياچا بچو بلاچو سچنون دي بالو ستو تهيدوتن سووچن شنيتو تملسو متتو هم تاي قدم برلو بلو مياسملسوا اسكزي درس يا الله تبلو ميسرى خير سرا بچلما ميسرى ببرهانو ميسرى كسوم گاي سرا يا له سو ميسرى يسول جي قيام كن تمسغو ياگنيو لا الله يسد يادرگا اسمسلو لسو بلو يادرگا سو
ሁለት ጊዜ ይቀጣል። አንድ ወደ አላህ መቃረብ የሆነውን መልካም ስራ ለሰዎች ብሎ በማድረጉ፣ ሁለት የሰራውን መልካም ስራ ጀዛ በማጣቱ። ጀዛ ማጣቱ አንድ ነገር ሆኖ ሳለ የአላህ ብቻ የሆነውን መልካም ስራ ለሰው ብሎ ማድረጉ በራሱ ወንጀል። የሰውን ዕቃ ዱንያ ላይ አንስቶ እንካ ብሎ የሙሐመድን ለአሕመድ መስጠት፣ የዓብዱላህን ለዓብዱራሕማን መስጠት ወንጀል እንደሆነ ሁሉ የአላህን ሐቅ ለፍጡራን አሳልፎ መስጠት ወንጀል። ወሚነ ሽርክ ልአስገሪ ከትንሹ ሽርክ ይቆጠራል። ቀውሉ ረጁሊ አንድ ሰው ማለቱ ለውለላሁ ወፉላን ለውለላህ አላህ ባይኖር ኖሮ ወፉላኑን እገሌ ባይኖር ኖሮ አው ወይም ደግሞ ማሻ አላህ አላህ ካለ ወሽእተ አንተ ካልክ፣ እነዚህ ቃላቶችም ከትንሹ ሽርክ ይቆጠራሉ። ይሄን ብዙ ሰው የሚዳፈረው ወንጀል ነው፣ የሽርክ አይነት ነው። ለውለላሁ ወፉላን አላህ ባይኖር እገሌ ባይኖርማ አልቆልን ነበረ፣ ሾፌሩ ጎበዝ ባይሆን ዛሬ ሬሳችንም አይወጣም ነበር ይላል። ሾፌሩ ጎበዝ ባይሆን ጭራሽ አላህ እና ሾፌሩ ማለት ብዙ ሰዎች ለደካማው ፍጡር ነው መዳኑን የሚያስጠጉት። ዘበኛው ጎበዝ ባይኖር ተሰርቀን ነበር፣ ውሻው ባይጮህ ሌባ ገብቶ ነበር። ምን አቅም አላቸው እነዚህ? ይሄን ብቻውንም ማለት አይቻልም። እንደው አላህና ዘበኛውን ያዳነውን ይላሉ አይባል፣ መስተካከል አለበት። ወከዛሊክ አላህ ካለ አንተ ካለም አንተ ካልክም አይባል፣ በአላህና በአንተ ፈቃድም አይባል። ይሄ የቃል ሽርክ ነው። ምንድነው መባል ያለበት? ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ አሉ ላ ተቁሉ ማ ሻ አላሁ ወሻአ ፉላን፣ አላህ ከሻ ገሌ ከሻ አላህ ካለ ገሌ ካለ አትበሉ። ምን እንበል ታዲያ ያ ረሱላላህ ካልክ? ወላኪን ቁሉ ነገር ግን በሉ ማ ሻ አላሁ አላህ ከሻ አላህ ካለ። ዝጉ እዚህ ጋር አቁሙ። ثم شاء فلان ከዛም እገሌ ካል በአላህ ፈቃድ ከዛም እገሌ ፈቃድ አላህ ባይኖር ከዛም እገሌ ባይኖር ከዛም የሚለው ثم تعقيبه መግባት አለ። ለምን ምስጢሩ ትርጉም ምንድነው ካለን፣ አላህ ካለ አንተ ካልክ፣ አላህ ከሻ አንተ ከሻ፣ አላህ ባይኖር አንተ ባስኖር ሲባል ለሁለቱ እኩል ስልጣን መስጠት ይሆናል። ثم ከገባ ግን አላህ ባያድነን ኖሮ አላህ ባይኖር ኖሮ ከዛም ሾፌሩ ጥሩ ሙያ ያለው ረጋ ያለ ባይሆን ኖሮ ጥበቃው ነቃ ያለ ባይሆን ኖሮ ከዛም ተብሎ ማለት ሱመ ከዛም የሚለው ገብቶ ችግር የለም። ለምን ይሄኔ በዋነኝነት ያዳነን አላህ ነው፣ ሰበብ ደግሞ ሾፌሩን አደረገ ጥበቃውን አደረገ ይባላል። በቃል ደረጃ እንኳ እስከዚህ ዝቅ ብለው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተውሂድን ጉዳይ አስተምረዋል። አላህ ካለ አንተ ካልክ፣ አላህ ከፈቀደ አንተ ከፈቀድክ፣ በአላህ ፈቃድ በአንተ ፈቃድ አይባል። በተለይ በረካ የሚሉት ነገር አለ። እናቶች በተለይ በአላህ በረካ በአንተ በረካ ይላል። አልበረከቱ ኩሉሃ ሚነላህ። በረካ ላይ ሱመም አይጠቅምም፣ በረካ ላይ ሱመም አይጠቅምም፣ አይገባም፣ የለም። በረካ የሚገኘው ከአላህ ብቻ፣ በአላህ በረካ። አንዳንድ ፉቀሃዎች ስለ ሼኾቻቸው ሲናገሩ በሱ በረካ እንዲህ አደረግኩ እንዲሆን ለዚህ በቃው የሚሉበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ የፊቅ ሰዎች ስለ ሼኻቸው ሲናገሩ ሼኻቸውን ሲያደንቁ በሱ በረካ ነው እኔ ለዚህ የበቃሁት፣ እሱ ጋር በመማሪ እሱ ዱዓ አድርጎልኝ ለአኺር ይላል። ይሄ ተበሩክ በሷሊሖች ይቻላል የሚሉ ከሆነ የሶፊዮች የኹራፋት አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ከሆኑ ያው የዛው የተሳሳተ እምነት አካል ነው። አህለ ሱና ከሆኑ ግን በሱ በረካ ማለት እሱ ዘንድ ባለው ከአላህ በተሰጠው እውቀት በረካ ነው እንዲሆንኩት ማለት ነው ብለን እንፈስረዋል እንጂ አልበረከቱ ላቱናሉ ኢላ ሚንላህ ወጀዓለኒ ሙባረከን አይነማ ኩንቱ። ጀዓለኒ አላህ ነው ሰውን በረካ የሚያደርገው። ሰዎች ጋር፣ ሷሊሖች ጋር፣ ዑለሞች ጋር በረካ አለ ከተባለም አላህ እነሱ ላይ በዕልማቸው ምክንያት ያደረገው በረካ ማለት ነው። ሀል የጁዙ ልሐሊፉ መማል ይቻላል እንዴ ቢገይሪላህ ከአላህ ውጪ ባለ አካል? አልጀዋብ መልሱ ላ የጁዙ ልሐሊፉ መማል አይቻልም ቢገይሪላህ ከአላህ ውጪ ባለ አካል ማንም ይሁን ማን። ይሄ ሑክም ነው። ከአላህ ውጪ ባለ አካል መማል አይቻልም ማንም ይሁን ማን አየን ካን የሚል መጨመር አለብ። ምክንያቱም በነቢይ በሰይዳችን እያሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። ከዚህ አንጻር ነቢይም ቢሆን ያው ናቸው፣ አይማልባቸው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ለዐምሩካ ኢነሁም ለፊ ሰክረቲህም ያዕመሁን አላለም ወይ የተባለ እንደሆነ አላህ በቀን ምሏል፣ በሌሊት ምሏል፣ በፀሐይ ምሏል፣ በጨረቃ ምሏል፣ አላህ በፈለገው ነገር ይምላል። እኛን ግን በስምና በባህሪያቱ እንጂ እንዳንመልከልክሉናል። ላ ዩስአሉ ዐማ የፍዐሉ ወሁም
الله لمن يبارك سوى فلقوا يملا إن يانكن بسوا بسمو انجي اندان نمر كالكلونا سيزي كالله جيب الله كان ممالا يتشارن قل بلا وربي بلا اتشو بلا آينا انت اندالا اتشو تايد اللم وربي بفتاري هونبين لتبعثن كموت بهالا تكسكس الله اتشو بلا اتشو هي قرآن انكس أما مالا يمهالا سرعاتا انديت بمان ممالا اندالا بن قرآن نقرونا سنمل بالله بسموتشو نوم مالي هلب وقال صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيارو من حلف بغير الله قال الله جيب الله أكال يا مالسو فقد أشرك بأرقد أشركان يقال شرك نوم مالتنو مهالا بما مال بملاس بمن ناقر شرك لا يميورك سوج من حلف يا مال بغير الله قال الله جيب الله قال الله جيب الله ميرو ملايكان نبيوتشن وليوتشن صالحوتشن ولا جوتشن يا الناس يتموت يارو ميملو سوتشا محلان ورقمان أناك يسو اجمال تو ميملو عال بل اتشيب بتالو اجهن بلو وسو اج ترتو عال يارقو ماتو ميملو عال دين اندزي دي ركسا يقب محلا يا مالاك ملكتنو عند سوكو بجام مايو ين بسكرو تيبلو يملو ميملو بميا كبرو نگر كميا كبرات شو نگرو چلو يمجرشا كبرون تلقون مرتونو ميملو بان تمار كايلم تانا شوندمو تنا الناتون كمان نمبلاي سلامي ود سلامي أكبرناو ناتي تموت بلو ميملو أي عايشة بل تجيب بثالو ده تجيب بثالو وجه مني بارنج بلو وجه متو ملا أستي بلو وجه سدار نزيه كسيه واسو جاهل شو مندم نيان تيج ميمال بس بما مال ميكبرو الله بيجا سمون دارتو سووتشن يا ما سامن كبر يا ما بيجانو يا الله بيجا والله ستجيهنا بقى تمتالك أو إن شاء الله والله متى أنجي تنفي تمارو سوتشونك وده دين كروبه هون سوتشونك موس دينا جنزي ما جاش عليهم أي جبام يا لا سبنا تنش نجرنا طول جهنم تفسدوا هذي ملو ما سامن بالله ما بقاتل سوم كاسف اللجن ولا تجعل الله عرضة لإيمانهم لا والله بلا والله بجبات شو وده شو كتر بوريا شو است فامس ريجا است السر السلام مسك زي والله 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 ما مسويش إيمانه لبتم إبراهيم النخعي مبارو التابعي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تماري إن يا هزان هنا والله بلن سنمل ولا جو تشاكين يمتون نبر بلا الله أنا ما أكبر أني ما رو مالك لو زاري فتمتم كالله جيب الله أكال مالك تبلونه وما متى تهل بس بزو شكري النسوغن مين مالو با الله نو يامنا لو اسمان مالو بزي كن بهونه والهونه والله بلو بالله تالله بلو سيملو يا الله انسب ما تشاوشا سيادرقو ولا جو تشاكين يمتلاتشو الله قال ده دي مثلي فاسيان كبار للو ميولو زوج زند والله قبطوال والله القبام والله قفاهي والله القفاهي عندي فاسو أكانو والله 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 ترلك ستة عند الزاهنة بوتالي يا الله سمى النسات اللي بتمسي جمعي لهونو جمعنو تعوتنو قلبو ميادرقنو الزابو تالي المجر عشاء الله هنك فاسو كل بتألزو قدر كبار بي ميدو منا يو قدرنا شكرس لهونا الله كزا كفيا الله كمن بلا يلاكم كفيام سمو سيترا لندن غتيكبان بالله سيبال مسو كتورم كمان والله كتبالت وديو ما منال كواشو يتيكلسو الله كبر لينو رايك اذا بامانا ايمالم امانان بلو ميملوال بنات ايمالم بسوجا ايمالم بسيداتن بنبياتن ايمالم بصالحوج ودغاغوج ايمالم ممال يفلق بالله بتش ايمال قال هونسا سمي بال كتاي حديثا صحيح رواه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم نبي وعلو من كان حالفا ما مالي فلك يمي ملسو فليحلف بالله با الله ما عند أو ويم دقما ما مال الفلك با الله فليصمت زمي بالا ولت مراجنا إلى سوستنيا إلا مال ما مال أسفل لاقي هونو كتقين يسو مال اللين قال مالك علامنهم قال بوشت ما مال كبار وانجن زورنو بوشت ما مال وشت ما ناقر راسو وانجنو وشت تناغرو وشتون سووش انديامنون يا الله انسما انستو ممال كبار وانجان اليمين الغموسي بالا سمو جهنم لا يمياس نكر مهالنا ما عند سو يسو كانستو هم دائقا انستين سيلو يووك والله الوسركم بيل يهو نبوتا هيدو سال والله الهيدكم بيل من بالا له مهالا اليمين الغموسي بالا غمس مالت منكر مالت اليمين الغموس مالت يميم لون أكال سات لا يمينكر مياس نكر مالت بركاته فقهاء زين عند زيانته محلا كفاره ميلو واشوين المحلا ين افرسكون كفاره لو تابين عند زيانته محلا كفاره مندنو
جهنم ላይ መነከር ነው ነሰ الله السلام عليه ይሄን በትንሽ በትልቁ والله والله የሚሉ ሰዎች ሊፈሩ ሊተነቀቁ ይገባል ልባቸው ያውቃል የሆነ ነገር ማጣት ስላልፈለጉ ወይም የሆነ ነገር ማግኘት ስለፈለጉ ወይም ከሆነ ነገር ራሳቸው ማጥራት ስለፈለጉ ብቻ ልባቸው ያወቀ ደግሞ ደጋግመው والله والله ይላል ይሄ የሚን غموس ይባላል جهنم ላይ ይነከራል ሶስት ቀን በመጾም አስር ምስኪን በማብላት የሚያራግፉት ኃጢያት አይደለም ከባድ ኃጢያት ስለዚህ አላህ ምን አለ ሱረቱል ማኢዳ ላይ واحفظوا ايمانكم ما معنى محلاچون تطبقوا ثم بلاچو اتمالوا معناته بهونه بالونه اتمالوا محلاچون تطبقوا اسفلاغي هونو كمالاچو دغو محلاونا تفرشوا على درغم يالاچوتن نغر اتادرغو كمالاچو بت ادرغالو يالاچوتن نغر دغو كمادرغو دو حالاتو والله سنيو امتا الله لو قال عند سو عند نغر سنيو مامطات الله والله هلتهنيا التيقهم قال كمديك متا غبان لمن محلاچون تطبقوا تبلو ركاش اتادرغوت بتنشوا تلقوا تمام هنا هنا لحقم بيقول محل ما مسات تبادون جن ياوقو هون بلو بوشت ممال جهنم لاي اسات لاي ينكرا نسال الله السلام العافيه بتلي يسو حق موسر قالبت يسو حق موسر قالب يسو يالهونن والله بلو سلام على سوچ امنو كسطوت يا جهنم ساتن ميزو يهدو هي هندال هونو دغمو كالله وجي بالله قال ممال ود شركنت يادغا عبد الله بن مسعود منالو بوشت وشت تناغري بالله بمل الشالنيا حق تناغري كالله وجي بالله قال كم ملا نسطر نو هي شجر يلوم يالو عدلو كبتام مطفو من الشالري بالا مطفو الشالري كبتام مطفو مطفو الشال مطفو كذا بتام مطفو درجاتو يلا سيزي بزي اغباب نو اني وشت تناغري بالله بمل الشالن حق تناغري كالله وجي بالله قال كم لمثالي لمثالي زاري አራት ሰዓት ተኩል ላይ ወይ አምስት ሰዓት ላይ የት ነበርክ ተብሎ አንድ ሰው ከዶር በኋላ መንገድ ላይ ቢጠየቅ በድር መስጂድ ነበርኩ ቢል ባያምኑት ሰይዳችንን እናቴ ትሙት ወይም ደግሞ ማርያምን በድር መስጂድ ነበርኩ ከሚል በዚህ በአምስት ሰዓት ላይ በድር መስጂድ ካለ መኖሩ ጋር ወላሂ በድር መስጂድ ነበርኩ ቢል ይሻላል ይቀላል ይቻላል አይደለም ይቀላል ለምንድን ነው ይሄን ያሉት መስጂድ ካለ መሆኑ ጋር መስጂድ ነኝ ብሎ ከማለ ምንድን የሚባለው የማለው በአላህ ከሆነ ዋሽ የውሸት ወንጀልን ተዳፈረ ነው የሚባለው ከባይረ ደንብ ነው እሱ ትልቅ ወንጀል ነገር ግን መስጂድ ነበረ ነብያችንን መስጂድ ነበርኩ ካለሳ ምን ሆነ አሻረ ተማ ከከባድ ወንጀልና ከሽርክ የቱ ነው የሚብሰው ሽርክ ነው ከትንሽ ወንጀል ከባድ ወንጀል ይብሳል ከከባድ ወንጀል ደግሞ ሽርክ ይብሳል ከዚህ አንፃር ከመጥፎ ከበጣም መጥፎ መጥፎ ይሻላል ከማለት አንፃር ነው ይሄን ያሉት ሙስሊም ከሁለቱም ነፃ መሆን حقኛ መሆን አለበት التوسل وطلب الشفاعه توسلنا شفاعه ملجان مفلك بماذا نتوسل الى الله توسل ማለት ወደ አንድ ነገር መዳረሽ ማለት መዳረሻ መፈለግ ማለት አንድ ነገር ለማድረግ ያን ያሰቡት ነገር የሚያሳኩበት መንገድ ተወሰል ይባላል طلب الشفاعه ማለት ደግሞ አማላጅን መፈለግ ማለት አንድ ነገር በቀጥታ ራሴ እጄ ማሳካት አልችልም ሚያማልደኝ ሚጠይቅልኝ ሰው ያስፈልገኛል ብሎ አማላጅ መልአክ ማለት እነዚህ ሁለት ነጥቦች አነጋጋሪ ከሆኑ በዘመኑ አቂዳን በተመለከተ ብዙ ሰዎች ከሚሳሳቱባቸው ነጥቦች መካከል አንዱ ናቸው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል ማንኛውም ተማሪ ቢማዳ ነተወሰሉ ኢላላህ ወደ አላህ በመንድነው ምንቀርበው ምን አድርገን ነው ወደ አላህ ምንደርሰው መልሱ አተወሰሉ አልጃኢዙ የተፈቀደው ተወሰል ወደ አላህ መዳረሻ መንገድ والمطلوب ከኛም የሚፈለገው ከሙእሚኑ የሚጠበቀው መዳረሻ هو እሱ ቀጥሎ ያለው አተወሰል ወደ አላህ መዳረሻ መቃረብ ነው بأسماء الله በአላህ ስሞች وصفاته በባህሪዎች والعمل الصالح በመልካም ስራ التوسل الجائز የተፈቀደ ተወሰል المطلوب የሚጠበቅ የሚገባው ተወሰል ይሄ ወደ አላህ መቃረብ ከፈለገ አንድ ሰው የአላህን ምህረት ማግኘት ከፈለገ ዱዓውን አላህ እንዲሰማው ከፈለገ ሐጃውን እንዲያወጣለት ያመመው ሰው መሻር መዳን ከፈለገ ነፍሰ ጡር ሴት በሰላም መገላገል ከፈለገች ተማሪ ፈተና አስፈርቶት ማለፍ ከፈለገ እንደው እንዴት ብዬ ከአላህ እርዳታ ላገኝ ካለ መዳረሻ መንገዱ ተወሰል ይባላል በምንድን ነው ድምጼን ሐሳቤን ጭንቀቴን ወደ አላህ ማሰማት ያለብኝ ቢአስማኢ ላህ በመልካም ስሞች وصفاته بملكان باهرياته يا عزيز أعزني يا نصير أنصرني يا رزاق أرزقني
يا شافي اشفني شافي مالت الله يا الله سمه عند سمه الشافي بالله أنت متفوس فوسني فإذا مرضت فهو يشفك يا رزاق ارزقني أنت سيساي سجهوي سيساي سدين عافية سدين ريش سدين يا معين أعيني أنت أقاجهوي أقزين الدنيا قد يا أخي يا أخي يا خيرا قد يلاي تفلاقي وتوسلهين أنجي بنبياتني هنا به بدقاقوتي هنا به ما يبال والعمل الصالح بملكام سرا من دزيهو توسل مدرق الشالان ودفيث إبرار رالي بإيمان بملكام سرا توسل مدرق الشالان يعني ملكام سرا ينتقبله إنك هون فزا ملكام سرا يهون به أمن يالله سرق شاله هنا دو لما ما تعدق سيهم تبقل لما ما تعدق سيهم أنت يا ملكام سري وچن واغا كنتوا تدرق مننا أمن يالله سقج جالله يسرقوا تن ملكام سرا ياسبو يان سرا ينتقبله إنك هون إهن حاجة ساكال لنجبال قال الله تعالى قيت الله عليه ولله الأسماء الحسنى لا الله جبت أم يامارو ملكام سمو تشارلوت جبت أم يامارو ملكام سمو تشارلوت ما يامر سمي اللهم يا الله سمه اللهم يامر يم يامرو أن يا الله سم سلهونا الله أنمي قال سمي أستوى وقس لهونا ولا جوش لجاتشون بت أم سيودوت أسرى إن السمي أوت ولا هي توب بيت سمو له يا راس سمي أوت ولا ده سمي لهم الله قندم وان دسم دانا يهون من ممكن قايم التوب كا يلي ده سيرتيفيكيت سمان دبي هونم استاذ تشولاي قالو تلك فكري متى نتاند تلوار لچبات انديلوار هي لسو الله كن تبارك وتعالى كمانن بلاين هذه يا الله سموچ حسنا ناتشو يمرت مرت ناتشو لمن الله سلام ياسروك يا الله سموچ سلام بليلا بكل سم بچا ساي هونو تچباچم يا الله تككلنيا باهريم سلام الله يا الله سم منتهي املاك نو اسو چاملاك يل الرحمن يا الله سم نو باهريم نو እንደሱ አዛኝ የለም አርዛቅ ያአላህ ስም ነው ባህሪም ነው በትክክልም ይረዝቀው እሱ ነው ከሱ ውጪ የሚረዝቅ የለም ሰማይ ምድር ያለው የሚረዝቀው እሱ ነው ሰው ስም ብቻ ነው አብዛኛው ጊዜ ትርጉም ላይ ኖሮ ይችላል ስማቸው ሷሊህ የሆነ መናጢ የሆነ ሰዎች አሉ ደረቅ የሆነ ሰዎች አሉ መጥፎ የሆነ ሰዎች አሉ ሷሊህ ሆነው ማይሰግዱ ሰዎች አሉ ስማቸው ሷሊህ ነው ሷሊህ ማለት ፍጹም ታዛዥ ደግ ሰው ማለት ነበር ያአላህንም የሰው ልጆችንም ሐቅ የሚጠብቅ ማለት ነበር ግን ሷሊህ ሆነው ጣሊህ ሆነው አስቸጋሪ ሰዎች اللهم يفوق قالي ادغمو كريم يبالو سوتشال كريم من مالها بتام دغ ترو تاتاري شرسو مالها نغر كن ربو مسايه بلا تربي زاول يبر فتكمت يزوت يهدال ليلا بوتا تنس اتنكانيلا بر ستني كمتلو عند جهن ستني يالكو يمسل عفر انكان ستو متت ما يودسو سمو كريم نو تم باهري وليرا حفتامو يبال سوال كالسي يالكوبت كالسي مبلات ما يصل وحالو مجرا هزي يا الله اسم سمم ترغومم نو تككلنا الله رحمن ورحيم وكريم وعزيز وحكيم سميع وبصير كل مسو قال يسو كن ذي لا يهون كذي انت يا الله من يتبالو الحسن يتبالو يا الله سموج كلك ولا يامارو ناتشو يامارن تد يدرسو ناتشو فدعوه بها بنزي سموچو تروت سلمنو تعالى الله تروت يا الله يا رحيم يا كريم بلوت وكذلك حاجاتو هنم ከስሞቹ ጋር መሄደውን ከሐጃቹ ጋር መሄደውን ስም ያነሳቹ ጥሩት ርዝቅ የፈለገ ሰው ያ ረዛቁ ርዝቅኒ ይብ ዒልም የፈለገ ሰው ያ ዓሊሙ ዓሊምኒ ይብ የታመመ ሰው ያ ሻፊ እሽፍኒ ይብ ወሐል መጀር ከዚህ አላህን መጥራት የፈለገ ወደ አላህ መድረስ ሐሳቡ ማድረስ የፈለገ ሰው በመልካም ስሞቹን ወደ አላህ መዳረስ ይችላል ያ ረህማኑ ይርሐምኒ ያ ገፉሩ ይግፍርሊ ያ ተዋቡ ቱብ ዓለይ እኔ ወንጀል ይበስተዋል ተው ሷሊሆች ጋር ሄጄ قربان اقربي ودا الله تبارك وتعالى اقربني الله انا نغرولني يسول فاذا سالك عبادي عني فاني قريب قربني يبر يا تواب توب علي يا رحمن ارحمني يا غفور يغفر لي بل انك زورياتم تم ياسفلغم وقال تعالى ليلاني وان كثر الله بالوال يا ايها الذين امنوا ان انت مانيوچوي اتقوا الله الله انفروا وابتغوا اليه الوسيله ودا الله تبارك وتعالى مقاربيان فلغوات ወደ አላህ መቃረቢያን ፈልጉ ያዙ አድርጉ ማለት አላህን ፍሩ ወደ አላህ መቃረቢያን ያዙ ይሁዋለኛውን የፊተኛው ፈስሮታል አላህን ፍሩ አላህን በመፍራት ወደ አላህ መቃረብ ፈልጉ ማለት ነው እንጂ ወፍተጉ ኢለይሂል ወሲላ ማለት ወልዩ ሷሊሆች ጋር ሄዳችሁ ተሻሹ ጉልበታቸውን ሳሙ ወደነሱ ተቃረቡ የወልዮች ሀድራ ሄዳችሁ ተወሱል አድርጉ ማለት ፈጽሞ አይደለም የቁርአኑ ሲያቅ ይሄ እንዳልተፈለገ ያሳያል ኢተቁላህ አላህም
وابتغوا إليه الوسيلة ودى الله مكار بيا من قد انفلقوا يازوا تتقموا بمن اللهم بمفرات السنبة متعجز أي ما لتم تقربوا إليه ودى الله تقاربوا بطاعته بمتعجز السن الله والعمل بما يرضيه الله ميودون نقر بما أدرك ودى الله تبارك وتعالى تقاربوا. ذكره ابن كثير هين ابن كثير تكسوتال نقلا عن قتادة كقتادة هي يسلفوش تفسير نومالت أي وابتغوا إليه الوسيلة تبلوال أني صالحوشن وليوشن شفاعهم يلالو بالنسو ودى الله من دارس جلالو ميلوال أدلم قرآن بقرآن فسرال كذاب حديث فسرال كذاب صحابة نقر فسرال كذاب تابعيوش نقر فسرال كصحابوك يسموتن ونا النسو يفسروت تزيق قتادة مبالو تالاك تابعي منالو وافتغوا إليه الوسيلة مالت تقربوا إليه ودى الله تقاربوا مالتنا بطاعته اللهم بمتازس أدرقوا على شنب ما تركتوا على شنب ما تركتوا والعمل بما يرضيه اللهم يودون اللهم ميأسر الستون بمسرات ودى الله تقاربوه هي كلاي التوسل الجائز والمطلوب هو التوسل بأسماء الله وصفاته والعمل الصالح لم يلو تفسير فما الكام سرى ودى الله تقارب سوند عادر قلين كمالت يتشالا بهوتي على نسو صالح سوند عادر قلين مالت سوند عادر قلين كمالت يموتن سو حاجين أو تعلين كمالت شيد زي مشال ما هون ميهر لبت تلعي مجرى شولة نيولي اللهم قد تتام لمن. فقال صلى الله عليه وسلم نبي يعلو أسألك اللهم تبارك وتعالى سيانا قلو يتايه ويتايقها اللو بكل اسمين هو لك يانتبه ونسم هلو تايقها اللو أسألك الله ويتايقها اللو بكل اسم بهل اسم هو لك يانت بهون اسم هل تيك الله لا الله تبارك وتعالى وزمو تشالوت انيا منناوقوم ما ناوقوم سلازي انيا بمناوقوم بما ناوقوم بسموچ هل تيك الله سلازي الله ميتيكو بمندنا ماتنو بسموچ بباهاري وچو كباهاري واندو رحيم نو ازاي نو يا رحمان ارحمني يا غافر الذنب اغفر ذنبي ويا قابل التوب اقبل توبي توبتي ان لا اله. وقوله صلى الله عليه وسلم أن نزه نبي بلوال للصحابي لصحابة لساتشو بالدربة الذي سأله لتيقاتشو مرافقته في الجنة مرافقته الجنة مرافقته في الجنة في مقبات اللبث آيتا فتحو كسرامون اللبث الذي سأله مرافقته في الجنة جنة لا يرسو قواد دنيا مهون كرسو قابره مهون فلق الله لا تشوسو من ألوث أعني على نفسك نفسه لا يأجزين بكثرة السجود سجود صلاة بما بزات نفسه ما استخاك لا يأجزين هني موكرا له هنا در قالوا نقردين نفسك هل تستخاك لك جنة مقواتات سلم جنة يماز قبو أني آيد اللهم الله نو هني يتأيكون نقر تأيك الله له أنت ذن نفسهم بما استخاك تبابرين نفسن كم يستكاكلون نغرو تشول واناو مندنو كتوحيد كتلو صلاه ين لببلو عند سو صالح ليهو ميچلو صلاه استكاكلو سيسد صلاه استكاكلو ما يسد سو صالح اي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل على النبي صلى الله عليه وسلم نعمه مالت صالح دق ترو سو مالت دق سو ترو سو مالت عبد الله نبر يا ليل صلاه بيسد نورال كفرض مالفو دق صالح لمهم يا ليل صلاة من جمر اللبثنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عند سو صالح مهون ودق مهون نفسه من تستكاكله سميتون مقودة ترميشلو كسوقا كجيت أوقا تقوابته بسلام من ورميشلو عند سو صلاة نستكاكله في سبلس صلاة نستكاكله قال سجد عند سو ليلوش نقروشني أبلاش يا لمن ترتر صلاة نيابلاش صلاة نشلا يلا صلاة لا يقدر ليش هون ليلوش قد يفشل يقدر ليش صلاة لا يقبض يهون تنكو جهون صلاته كليلة وانجلي تبقى النبي عليه الصلاة والسلام زوزي مخدمة سونا برا يكنو خدمة انسوت كان لاي نبين ما قلقلو مخادمو مفلقو ثم مادرقو انسوت ما سالي بيث قوتو يتن يامنو نبي عليه الصلاة والسلام زتين بيثوش نبراتشو كمسجد زوريا كلهم براتشو ومسجد بكل نيارنو تاديا ينبي عليه الصلاة والسلام بيث مقبيا دجافو لاي هيدو يتن يامنو تراسون دجافو نارو ما ساونك نبي يهون حاجابي قدماتشو بما تأساتشو وطو حاجاتشونا كمي أساكو أنين يلوكو نالولو ما تأساكو عندان دي إساتشو بيد دجلين برهدو بيدين عندان دي يفاساك دو سكويشن يتشاتشو يتو سنقذي تبقنا بر كظاهر نبر يواني رسول حاجاتك اللي سيوتو كاقنيو أچونا هجامت اللولا كزا بر اللي عندان دي ستنيا بيتو ستونو الله انسي عودسو سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سيلو سمان بر ولا
رضي الله عنه وأرضاه. فزي ملك كل خدمة سيادرك عندك أن يوضوها قرب الله شو يهنينه سلني حاجة تكاد قداي هنتي كين ومن تفعل قال من لا ترك الله عند سلك بال سلطان ينبيه بال سلطان الناس إنه يدنيا بتشار لهم كالله قربنا شو يا خيرام حاجة جمر بالله فكاد لو حدركم يا ساكو سونا شو نم من تفعل قال بلا شو عند زهانة تنسو بيلوت أفزان يو يسولج جواني يا ولكم ما فينا فعل قال بيت فعل قال سيد فعل قال من فعل قال لهم نقدر كني سو كذا بلين يا من يو توش ما جلش آره أهون يا القاتل نقدر وشون لو ما لسه جلنا نبي قال ينور على بزوج لو بزوج مريض سكتوا النبي صلى الله عليه وسلم وعمر زمن يوم اللي سوبا شو سوتشا النبي يسكتوا للثالما ونجيزم بله يعني يقول التاسك ما تعرف لما لسه بلو عمر يسكتوا باشوا سوتشا هي يا عمر يا استاذ الراوي تنكاري ما سايا ويفكهم تنكاري ما سايا النبي يو كيسكتوا سنبله خلل التاسك ما تعرف لما علمته لتتكلم بس لتتكلم بدنه سنبله أترم التاسك ما تكونه مجلس فطور ميدا مركنيا سيمدا فاطمة ما تسرتني تيجي كشوالش كذي سلعي حاجة ما تيجي كشاف سون هون بلو فلو غندير دلي ماله تيجي شالمجي سانتي يكو سو يهون نقدر بيادر قلن ما قبل إيش قال نبي يقول عمر بلا واش قال عمر هاي كسوج براسه شو بزيه ستوه النجار ثقافه سوج جاي على النجار جن نفسه نتاسكتل أتاسمينيات هيم بس تنجيم بادر قلن يات قبل بلا تجي نبي براسه شو نيجي كوت سرته ناسو ماله تيجلال مريض ستو ماله تيجلال سلطان ستو ماله تيجلال ليه نيجي كوت سوتش قال شو منج بلو نبي نيجي كوت شو سوتش أنت لشومات هتقولم دكمانه هو اللي ماله سوسو على نبي سراس أدلهم تلك أستدادر السلطانة نكرنا ولا سوسو تونكا أمير النار تهيلو شاتبلو أسوتش النفس أحوال يكونه هذا هي سو كذي هلو وتو تيك مدر وتو سماه نهيرس من يوتو جنة أين أي توت جورو سمت توت لباس بوت ما يكون جنة هنديك أشوي هنينو أسألك مرافقتك في الجنة لاتو جنة لا يرسو رفيق كذي هي الدنيا لا عندك وادنيا بكربت كرسو عندما نورو كان كذي عندما قالك بلو توات ما عندما يوت أخيرا ملاي كرسوغا مجانية فالغالا بريمنور فالغالا صحابوش نبيل باتامي ودونو اندانوش ماتا سكينة غولي جنكاشن فرسلي غرابة بدونو طالعين نبيل غيرو يا رسول الله ماتا ستوشوت سكينة غاشن نجاي دو دنيا لاي دوات مدشيس كان نجاي درس جنكونيا لاخيرا لاي رسومي نورس كنبيوش غانو الاين يو جنة لاين اني سنديتنا مونو ديتنا مغني يسولو لتايكوال كدنيا لكو لاخيرا ومال تزي سوتل لك منيوت جنة لاي ينبي رفيق مون جنة مغبات بشاكور جنة كعبو بحالا كف بوله على درجانه. ينبي قادنيهم. ميرفقهم كميلة بتوسدنهم ملال ورفيقهم. ميرفق مالك كرمال. دعاف. تراسنيهم ما تبيهر كبزور. تام كم قاددو كم كرارا وهم تان دانس تراسه فلقن تراسو قادنيهم. هذه بزيهلك خان شكر بمهون فلقال له حالا شو. نبي عليه الصلاة والسلام من شكر له سته كتكيت على رزق. يوكل. بزوجو يتساساتو سوتش. الدنيا ما خيرا ميرسونو. إلى نبي سنان نبي صلى الله عليه وسلم قال لك بك تقبل لا أعني على نفسك نفسنا تمتاز شقره زون جنة دايقبا متادرقه نفسنا جهاد الله هنا ونبي عليه الصلاة والسلام لجهاد الوقت سووج وكو مؤمن هنا نفس جنة دايقبا بلا هذه ممن يتوبتها واقايا اللومنا نفسه يجنة سون دكتهون أقزين نفسا لما استكاكل نفسا يجنة سو لما درق كميا قزو نقرو چاندو صلاة ما بزاد سنناهم فرضون يكنون يماتون يبيتنات الميستقرون وجماع الميستقرون صلاة عندما بزاد نفس الميستقى كل نقر يلا أي الصلاة السجود سيبار صلاة مالتني تفلقوا الصلاة است سراوش است صلاة سكالو تللق سراوش استاندو سجود سلهون ويسجود أنقب قابين نتلا مقلز بسجود صلاة تقلز عندنا دي بروكو تقلزوا أي الصلاة وهي من العمل الصالح سجود كمال كام سرامها العمدون وزلزي ودى الله لمكار بيجن السلمهون صلاة ما بزاتن صدقة ما بزاتن صوم ما بزاتن يه بندهن دالة ويجوز يفك دالة نزهو التوسل توسل مدرك ودى الله مكارب بحبنا بموددات وحب الله اللهم بموددو للرسول رسولا ولولياء يا الله وليوش دقاق يا الله باروش بموددم توسل مدرك مالتنو بحبنا إنيا بموددات وحب الله اللهم بموددو مانا رسولا بموددو وليوش بموددو وليوشن راساتشون ملمن متيقى يتشا الله هنم بوليوشهن بثبلو متيقى يتشا جن لا الله بلو بمودد عبادانونا لا الله بلو مودد ملكام سرانونا بزي توسل مادرق يتشا أني نبيوشن ودالو صالحوشن ودالو يا رب يقيام كن كصالحوش عدرقن كنبيوش عدرقن يتشا إهنو بمودداتشن ميبا أني
نبي محمد ودال عيسى ودال موسى ودال أبو بكر عمر ودال حفصان فاطمة عائشة زينب ودال يا رب يقيامكن النسو كمينو ربت من دران ورين إيشال النسو بما ودداتشن توسل عدر نمال يودر ناتشو لمن بلن عدلم لا الله بلن يودر ناتشو سيتلج فاطمة حفصان زينب خديجة أم سلمة أم سليم ستود كنسو من ما قنت عدل في سبيل الله سلك الدموات ينسون وديتا الله أن اللبوا استهتروا باقي نوت إيمان سيجعل لهم الرحمن ودا أما نوت مركان سرع سرع وج الله يمؤمن وج لبست مودة دنيا درق الله تشوال بلا وكقصة أصحاب الغار عند شلقوا سووج الذين توسلوا توسل على الرقو ودى الله تبارك وتعالى لما كهرب يموكروا بأعمالهم الصالحة بمركان سرع وجاتشو فملكام سلاته ودى الله تقاربه الله عند رسل بلو ففرج الله عنهم الله قلق قلقه كجن قاوتاته هي في الصحيح هي الله تواقي حديثا سوى السووة من قد يهيدو سالة شكر قدمواته لا أدار واشا وستقب تلق شالك وستقب يقبو بات غار واشا برنا بر مقبيا موجا يقرقن تلق قوات نمتو زرقه من يادرق بس أواكم يوم ودلعي تلقى قاتنين ما سوق جرايتش سوستو وشناتش وسوستم ملكام ملكام سرعتش وانسدو الله أنت مالتنو تكفت اللهتش والتوهيرو بملكام سرعتش وسول ما درج البحر ميرداتش واتو هذه لعوتان يمشي والله بتشانو لو يسرعتش ملكام ملكام سرع يانسدش والله أنت مالتنو بلو سوستم يسرعت ملكام سرع أو ستو تمالتنو الله قال قالتش كلش المجزي كم نجر لنوست لنماري جبان ملكام سرع كأخيرا بفيز دنيا لهم كجنك عندما يقلقل عندما دي من نقاشو سراوج بجنك كزي موجع عندما يهون قراش ولي اللبت قدلو استهونو يقدلو يواشاو موجع تزكتو باتشو تتارتو ما سماتا يجلو برهانو كزيه جنكت يقلقلاتشو من كام سرام دو باجرو لما استاسي اكل لما قلت اكل عندما يو لوالا جوچو دقسو نبر لوالا جو دقمهون لو دفتهم لسو بچهونو على اللفمهي لانتم جمرنو لانتم جمرنو ليقتم جلا جنك تبق كل يلا ولا جوش عشان تروك هنا يترون نثان دوم الجلجة ولا جوشهم اللي ما سدست الرنيان أبنا بق في يرسي تبق ميول سوم عندكن روك بوتا صار لي أبلا هيدو سمت أم الشبت ما توفي يلو تنالبو وتتيجو سكر بناتوجا ولا جوش توجا ثني ثونا ب إرمي أشوف تام قفتوه يا رجوج سونا شو سونو ميخاد دوما شو كان الرنيان نز ما تام هذا نسون مخاد وتتيجو سمتا ثني توا جينيا شو أسكم توت بهيت مكمتون لايو كوچ رالو ثربو يادر رالو قلباچو يسبرالا قسقسو انداي ستاچو يولاجوچون انقلف ماسقارت كبرو انت سنتي نو ناتهن اندي ارساسو تفاني اندي اسكريبتو تفاني اندي دفترو تفاني اندي ورساو تفاني اندي چامو تفاني ناتن متبدبتو تربش انچم اندزيو اتككل لولاجوچو ترو يهونسو لتهنيا نو بلو انكو ايون نغر لي راساچون حاجاو انكو امتچالو بلو اهيد አስከምቶ ማይሄድም ጥሎት አይሄድም ይተብቁታል አላመጣም ይላል ቀልባቸው ይሰበራል እዚህ ምን አደረገ ስኪ ነገር ድረስ ወተቱን ይዞ ቁጫል በተነሱ በሰዓት ይሰጣቸው ይሄ በራሱ ከባድ ነበር ረኝነት ለዋለ ሰው ግን ሌላኛው ፈተና አጠገቡ ህፃናቶቹ ነበሩ ስጠኝ ያሉ ይጠይቁት ከወላጆቼ በፊት ማንንም አላጠጣም ብሎ ለነሱም ከልክሎ ረኝነት በረሃ ብሎ ደክሞ ሳይተኛ ቆም አድሯል ይሄን ያደረኩት ላንተ ብዬ ከሆነ ካለንበት ጭንቀውታኝ ብሎ ዱዓ አድርጓል አንዱ ይሄ ፍረተኛው ዝሙት ነው حرام ወንጀል ይሰራ ፈልጎ ሁሉ የሚያስቸግራት حرام ይጠይቃት ሴት ነበረች ሚስተር ቆይታ መጨረሻ ደህነት አስገድዷት እንግዲያውስ አንተ ገድጃለሁ ይሄን ያክል ብር ፈልጋለሁ ስትለው ዚና ከሰራው ብቻ ነው ስለሽውላት እሺ ካለችው በኋላ መጨረሻ ላይ አላህ ፍራስ ትለው እሺ ብሎ ትቷል ይሄን የተውኩት ላንተ ብዬ ከሆነ ካለንበት ገላግ ወንጀል መተው በራሱ ወደ አላህ የሚያቀርብ ነው ያን የተውትን ወንጀል አስተውሶ ሌላ ጊዜ ከጭንቅ መውጫ ማድረግ ይቻላል ሌላኛው ሰራተኛ ነበር ደሞዙን ሳይቀበል ሄዶ ነበር ደግሰው ነበር ሷሌ ሰው ነው የሰራተኛውን ገንዘብ ዝም ብሎ አልበላውም ዝም ብሎም ቋጥሮ አላስቀመጠውም እንስሳትን ገዝቶ አባዛለት ከረጅም ጊዜ በኋላ የድሮ ሰራተኛው መጥቶ ያኔ ሲሄድ ክፍያዬን አልወሰድኩም ስጠኝ ብሎ ሲጠይቀው ከዚህ ጋር መታያቸው እንስሳት በሙሉ ያንተ ናቸው አለ አንድ ግጦሽ ሜዳ የሚሞሉ አታሹፈብኝ እኔ ያኔ ተቻት ሄድኩያትን ገንዘቤን ነው የጠየቅኩህ አለ አይ ያሹፍኳል ሁሉ ያንተ ነው የነዳ ሄዳ ማነው ዛሬ የሚያደርገው ከስተነሸነው ዝም ብለህ ነገር ነው
ትቶት የሄደን ጥሬ ገንዘብ እንኳን ሰዎች ቋጥሮ ያስቀምጡ ይበሉታል። ሲመጣ ይክዱታል። ማን ተለ ሄዳለ ይሉታል። እሱ ግን ያስቀምጠውን አባስቶ መንደር የሚሞላ የቤት እንስሳ አርብቶ ጠብቅ የነዳ ሄደ። እዚህ ቦታ ላይ ተቀመጥ ቢታይ ሆይ ያን መልካም ስራ የሰራሁት ላንተ ብዬ ከሆነ ካለንበት ጭንቀውታና አለ ሙሉ በሙሉ ቋጥኙ ተወግዶ ወጥተው ሄዱ ይላል። ስለዚህ በመልካም ስራ ተወስኖ ማድረግ ይቻላል። አላህን ተባረከ ወተዓላ በመልካም ስሞቹ መጥራት ይቻላል። በኢማን በኢህሳን አላህን ተባረከ ወተዓላ መለመን ይቻላል። ይሄን የሚያሳዩ በርካታ የቁርአን አንቀጾች አሉ። የነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲሶች አሉ። ለምሳሌ አላህ ሱረቱ አሊ ዒምራን ላይ ስለ ሙእሚኖች ዱዓ ሲነግረን ምን አለ? الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا إننا آمنا ጌታችን ሆይ እኛ አምነናል ሙእሚነን በሙእሚነቴ ማረኝ። ሙእሚነነት ትልቅ ነገር አንተ ዘንድ ትልቅ ደረጃ የሚያሰጥ ነገር ነውና ማረኝ ይላሉ። ምንድን ነው የሚመረን? فاغفر لنا ذنوبنا ወንጀላችንን ማረን وقنا عذاب النار ከጀሃነም እሳት ጠብቀን ይላሉ። ከጀሃነም እሳት ጠብቀን ወንጀላችንን ማረን ከማለታቸው በፊት ምን አስቀደሙ? ربنا إننا آمنا ኢማን መልካም ስራ። وكذلك ስለ ሐዋሪዎች ዱዓ የኢሳ ደረሳዎች ማለት ነው ረዳቶች ማለት ነው ስለነሱ ዱዓ ሲናገርም አላህ ምን አለ? ربنا آمنا بما أنزلت ጌታችን ሆይ አንተ ባወረድከው መጽሐፍ አምነናል ወተበዕን الرسول የላከውን መልእክተኛ ተከትለናል። ይሄ መልካም ስራ ነው። ከፊት ያስቀደሙትና በዚህ ተወሱል አድርገው ምን የጠየቁት ነው? አላህን ፈክቱብና ማሻሂድ ከመስካሪዎች አድርገን አንተ ዘንድ አሉ። ትልቅ ደረጃ የሸሂድነትን ደረጃ ስጠን ብለው ኢማናቸውን ከፊት ያስቀድመዋል። ወከዛሊክ ሱረቱ አሊ ዒምራን መጨረሻ አካባቢ ላይ የደጋግ የአላህ ባሮችን ወስፍ ሲነግረን ረበና ኢነና ሰሚዕና ሙናዲየን ዩናዲ ሊልኢማን አን አሚኑ ቢረቢኩም ፈአመን በአላህ አመኑ የሚል ተጣሪን ሰምተን አመነን። ረበና ስለዚህም ጌታችን ሆይ ፈግፊር ለና ዝኑበና ወከፊር አና ሰይአቲና ወተወፈና ማዕላላ። ይሄም በኢማን በመልካም ስራ ተወሱል ማድረግ እንደሚቻል አማኝ ነኝ ጌታዬ ባንተ አምኛለሁ ማረኝ ማለት ነው። ወከዛሊክ اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سيل سمتو تاندنسو نبي عليه الصلاة والسلام من عالوت لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا سئل به أجاب. اللهم إني أسألك أني تأيك هلو بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت እኔ ከአንተ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም ብዬ የሚመሰክር አማኝ በመሆኔ ጠይቀሃለሁ። በሙእምንነቴ ጠይቀሃል፣ ሙእምን ነኝና ጠይቀሃል። ሙእምን ሐቅ አለው አንተ ዘንድ። አንተ ብቸኛ የሁሉ መጠጊያ የሆንክ ጌታ ነው። አልወለድክም፣ አልተወለድክም፣ አቻ የለህም። በዚህ በማመኔም ጠይቀሃለሁ ሲል እነ ሶሓባ ነቢዩ ሰሙት። ምን አሉት? አላህን በስሙ ጠየቅከው። ቤተኛው ስሙ አለዚ ኢዛ ሱኢለ ቢሂ አዕጣ ሲጠየቅ በሚሰጥበት ሲጠራ አቤት በሚልበት ስሙ ነው አላህን የጠራው የጠየከታ የጠየከዋል አጸደቁ ማለት። ሌሎችም ይሄን የሚያሳዩ ማስረጃዎች ደሊሎች አሉ። ወቢላሂ ተውፊቅ። አሰላሙ አለይኩም።